صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت لبنان مع تحيات باسمة وبسرحال السكفوري والمخرج جورج العلي. العناوين. هل يعيد الرئيس المكلف حساباته الحكومية في ضوء خساراته التمثيل الدرزي؟ قراءة خاصة في سياق النشرة حول الملف الحكومي. أوضاع لبنان بين ماكرون والبابا فرانسيس وعلى طاولة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي. بورصة كورونا تسجل 42 وفاة و2968 إصابة. وجربئة لإذاعتنا حول هجرة الجسم الطبي. في أطباء ما بدهم يفلوا لأنه بيعتبروا أنه هذا أصل من الصمود الطبي، لأنه في حاجة لكفائتهم. انطلاق المرحلة الرابعة والأخيرة من تخفيف إجراءات التعبئة العامة ونزهة لصوت لبنان حول فتح المطاعم. الفتح مش مجدي أبدا، من ما تبقى من مؤسسات 40 أو 50% في 20% بركي مش هيقدروا يفتحوا. مرحبا، معكم جورج إرداحي. هل فكرت تستثمر أموالك في الأسواق المالية العالمية؟ CFI تمنحك الفرصة لاستثمار أموالك مع خبرة تتخطى 22 عاما بشروط تداول تنافسية. ممكن تبدأ بأي مبلغ بدون حد أدنى للإيداع. انضم الآن واستفد من الويبينارات المجانية وحساب تجريبي مجاني. ادخل إلى موقع CFI.trade. CFI، ثبت خطواتك. CFI مرخصة من قبل مصرف لبنان وهيئة الأسواق المالية. التداول ينطوي على مخاطر عالية. السؤال اليوم: هل يعيد الرئيس المكلف حساباته الحكومية في ضوء خسارته التمثيل الدرزي بالكامل مع انتقال وليد جملاط من مكان إلى آخر، أو يتمسك أكثر بحكومة 18 طالما فرنسا إلى جانبه؟ الأكيد أن اللقاء 18 في حال انعقاده اليوم لا ينتج حكومة 18 ولا حكومة 20 ولا يشذ عن أسلافه لجهة صفر نتيجة. قد يكون اللقاء أكثر تعقلاً فيربط النزاع إلى جلسة 19 تعقد لاحقاً مع إعطاء اللبنانيين وعداً كاذباً بالتعامل بمسؤولية مع التأليف من قبل الرئيسين وإراحة جبهة الدولار كم يوم إضافي. إذن اللبنانيون ليسوا سذجاً ولا أحد ينتظر الدخان الأبيض، بل تتجه الأمور إلى مزيد من التعقيد في ضوء المعطيات الرفضية المتقابلة. أولاً رفض حكومة اختصاصيين ورفض حكومة 18، وهذا ما عبر عنه بوضوح الأمين العام لحزب الله، وهذا ما قبل به وليد جملاط الذي انتقل من ضفة إلى أخرى، وهذا ما حاول وائل أبو فعور موفداً من جملاط شرحه للحريري مع الوزير السابق غازي العريدي، مقللا من أهمية التحول الجملطي، وأدرج فأبو فعور ذلك في إطار التحول التكتي لإنتاج حكومة يفرضها الواقع المالي والمعيشي. ثانيا، رفض الحريري التنازل عن حكومة لا حزبيين، ورفضه إعطاء الثلث المعطل للعهد، ورفضه أي أثر للعهد وحزبه على وزارتي الداخلية والعدل. واحتياطاً حاول الرئيس المكلف معرفة مكنونات الرئيس حسان دياب من تلويح العهد بتوسيع نطاق تصريف الأعمال ليبني على الشيء مقتضاه، وهو التقى لهذا الغرض مستشار دياب خضر طالب. ففي حال أي ضعف لدى دياب فسيكون للحريري مضطراً إلى تسهيل التفاهم مع عون لتشكيل الحكومة، وفي حال رفض دياب دعوة حكومته المستقيلة إلى الانعقاد يكون الحريري أقرب إلى استمراره في التشدد. كما التقى الحريري المعاون السياسي لرئيس المجلس النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، وجرى البحث في موضوع الحكومة وفي أسماء الوزراء الشيعة الذي سبق واستفسر عنهم الرئيس عون في خلال اللقاء الأخير. الوضع اللبناني لم يغب عن الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالبابا فرانسيس في معرض تهنئته بزيارته التاريخية للعراق.
في هذا الوقت من المنتظر أن يحضر ملف لبنان على طاولة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم لجهة حث اللبنانيين على تأليف الحكومة وفقا للمطالبات الدولية أو تحميل المعرقلين بالاسم المسؤولية. قراءة في الملف الحكومي قبل ساعات على انعقاد لقاء بعبدة مع الدكتور جورج يسبك. اليوم لا حكومة، لا اعتذار، ولا استقالة نواب المستقبل. اليوم لقاء إضافي بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف يحمل الرقم 18 ويحمل معه معطيات جديدة من شأنها ترشيد اللقاء وفق التالي. أولا، يأتي اللقاء بعد استدارة وليد جملاط، ما يعطي رئيس الجمهورية ورقة ضغط إضافية على الرئيس المكلف، وهذا ما بدأ يظهر. فبعدما كان الرئيس عون يقول إن رئاسة الجمهورية ليست صندوق بريد، انتقل هذا الكلام إلى الرئيس الحريري الذي تردد أوصاته أن رئاسة الحكومة لا يملى عليها. ثانيا، ما زال الرئيس الحريري يتحصن باثنين، الميثاقية السنية التي يمثلها وموقف الرئيس نبيه بري الذي إذا ما تركه حزب الله على حريته لوقف حكما إلى جانب الرئيس الحريري. ثالثا، يحاول فريق العهد امتحان جدية حاكم مصرف لبنان في تعامله مع برنامج المنصة التي اتفق على تشغيلها خلال اجتماع بعبدة، والهدف إنزال الدولار إلى ما دون 10,000 ليرة والإيحاء بأن حكومة الحريري لن تؤثر إيجابا على الليرة ولا غيابها يؤثر إيجابا على الدولار. رابعا والأهم، وفي حال بلغت الأمور نقطة اللا عودة، يبحث رئيس الجمهورية في توجيه رسالة إلى مجلس النواب سندا للمادة 53 فقرة 10 من الدستور، يطلب فيها تفسير الفقرة 2 من المادة 64 من الدستور لجهة مفهوم المعنى الضيق لتصريف أعمال حكومة مستقيلة وإمكانية التوسع في هذا المفهوم في ضوء 3 معطيات: تعذر تأليف حكومة جديدة، ورفض الرئيس المكلف الاعتذار، وخطورة الوضع المالي والصحي. لكن يبقى توقيت الرسالة رهن ضمان تجاوب حسان دياب مع التفسير النيابي بعدما رفض العمل بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات. البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أمل أن يثمر اللقاء بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف اليوم نتيجة إيجابية. نأمل من الرئيسين أن يخيبا أمل المراهنين على فشلهما، فيقلبا الطاولة على جميع المعرقلين، فيؤلفا بعد طول انتظار وشمولية انهيار حكومة إنقاذ تضم اختصاصيين مستقلين ووطنيين. متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران اليسعودي طالب المسؤولين المعنيين بتأليف الحكومة عدم فض اجتماعهم اليوم قبل الوصول إلى حل، وتوجه إليهم قائلا: المواطن غير مهتم بعدد الوزراء وبالثلث المعطل وبحصص الزعماء. ترى من يتحمل مسؤولية البلد؟ بلبلة وضياع وتدهور جنوني مخيف، أخشى أن ينتهي بارتطام مميت إلا إذا صحت الضمائر وتم تأليف حكومة تتولى زمام الأمور. واعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان له أن سفينة البلد تغرق والمطلوب تسوية وطنية تراعي التوازن واللهيب الداخلي بشدة ومن دون غموض. عضو مجلس نقابة الأطباء في بيروت الدكتور برنار جربيئة أمل تأليف حكومة سريعاً توحي بالثقة وتوقف استنزاف الجسم الطبي على المستويات كافة بما فيها هجرة الأطباء. أنا بنتظر من رئيس الجمهورية ورئيس مكلف، حتى لو الأمل ضئيل نظراً لكل اللي سبق من قلة مسؤولية وقلة إدراك، بنتظر منهم أنه يوعوا لألم الناس وللموت البطيء وخطر الحرب والنزاعات
الداخلية اللي بدها تحصل في حال استمر البلد بهالطريق. أنا منتظر من رئيس الجمهورية ورئيس مكلف يفكروا بالناس ما عم تقدر تتطبب، اللي ما عم تقدر تاكل، اللي ما عم تقدر تضوي ببيتها، اللي ما عم تقدر تبعت أولادها على المدرسة، اللي ما عم تقدر تعلمهم لأولادهم. شو تركين لأولادهم وولاد أولادهم؟ منتظر منهم أنا يعملوا أقل درجة من الاتفاق تيشيلوا الناس وبلد من المأزق اللي هن وصلوا لنا عليه. وحول واقع هجرة الأطباء قال جربيئة: كيف عم يتفاعلوا الأطباء مثل باقي الناس بمزيج من الألم والغضب والخيبة، أيضا الأمل. الألم لأنه في كتير أطباء اللي أصلا كانوا يطلعوا أكثر من نص الأطباء أقل من $1,000 بالشهر، بس يشوفوا مدخولهم عم بينهار إلى 10% من مدخولهم، وحسابهم بالمصرف صار تقريبا غامض أو مختفي. عمليا أكيد رح يكون عندهم غضب تجاه اللي وصلونا لحد هون، وصلوا الناس لحد هون. وأيضا بيبقى الأمل أنه نهار الحساب يجي، واللي وصلوا البلد لكعب الهاوية رح يلاقوا حسابهم. أما الهجرة، واضح أنه في أطباء هاجروا، ونتمنى لهم الخير لأنه ببيضوا الوجه لبنان بكل الأحوال. في أطباء ما بيقدروا يفلوا، عندهم التزامات عائلية، وفي أطباء ما بدهم يفلوا لأنه بيعتبروا أنه هيدا قسم من الصمود الطبي، لأنه في حاجة لكفاءاتهم بلبنان. هول كمان بحييهم. بالأخير بموضوع الفوترة، واضح أنه الأطباء عم بيدفعوا كتير أشياء على دولار السوق السوداء، وفي كتير عندهم صعوبات يقدروا آخر الشهر يأمنوا مستلزمات الطبيعية لعائلتهم، ولذلك في قسم من الفوترة صارت على دولار تبع المصرف يعني 3900، وقسم من الفوترة على 1005. وأكيد هيدي أنسنت التعرفة لأنه ما تحول كل التعرفة إلى الدولار السوق السوداء مثل ما المفروض على الأطباء وعلى كل الناس أنه يقدروا يشتروا بصعوبة حاجاتهم لعيالهم ولعيشتهم. إذن عملياً في أمل عند الأطباء، في صمود عند الأطباء، في خيبة أمل عند الأطباء، في غضب عند الأطباء، وكمان في تضامن وتعاضد مع الناس. وفي يوميات كورونا سجل العداد 42 وفاة و2968 إصابة جديدة، وسجلت 53 حالة إيجابية على متن رحلات وصلت من الخارج. رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي أبدى تخوفه من دخولنا في المرحلة الثالثة من التفشي، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات اللازمة. اللجنة الوزارية لمتابعة ملف كورونا ستجتمع اليوم لتقويم الإجراءات مع توجه لفرض منع تجول ليلي. واليوم تنطلق المرحلة الرابعة من إجراءات تخفيف الأقفال، وهي تشمل المطاعم ودور الحضانات وكازينو لبنان والمواقع السياحية والنوادي الرياضية ومراكز الألعاب التي ستعاود فتح أبوابها مع ضوابط. نائب رئيس نقابة أصحاب المطاعم والملاهي خالد نزهة أكد لصوت لبنان هذا الصباح أن المطاعم ربحت براءة ذمة بامتياز. الفتح مش جديد أبدا، نحن شهرين ونص تقريبا تسكير من الأعياد لهلا، طلع نفس الإصابات ضلوا وبالعكس زادوا، طلعت المشكلة من المطاعم. نحن بصراحة ربحنا بامتياز براءة ذمة، الفتح منه مجدي أبدا، وللساعة 7 يعني هيدي بتعرف يعني الناس بيحبوا يضروا بالليل، بالنهار مبدئيا ما في حدا يعني مين بده يضر على الغداء، الواحد يترك مكتبه ويروح يتغدى ويرجع، ومش مجدي أبدا. حتى بالليل إذا صح إن شاء الله بصير في فتح تدريجي للقطاع منه مشتي، لأنه ما في مصاري مع العالم، احتياط عند الناس خلص، القيمة الشرائية بالأرض. قديه متوقعين عدد المطاعم يلي رح تفتح اليوم؟ المؤسف أنه بال 2020 سكر أكثر من 55% من المطاعم، طبعا في أكثر من 100,000 موظف صار برات القطاع لأنه سكر قطاع دمر يعني، بالإضافة أنه من الأول السنة لهلأ صار كمان سكر اسمه كثير كبير. من ما تبقى من المؤسسات يعني 40 أو 50%، في 20% بركي مش حيقدروا يفتحوا. طيب قديه رح تكون نسبة الإشغال بالمطاعم؟ 50% بالإندور و 75% بالباحات الخارجية، طبعا مع تباعد اجتماعي ومع مترين تباعد،
وبدي يكون في حجز. يعني نحن قصة المنصة ممكن فيها عم نشتغل مع جمعية الفرانشيز يعني لحتى نعمل داتا لنوصل لأكثر عدد ممكن من العاملين وأصحاب المؤسسات لحتى نعمل اللقاح لأنه شغل كتير مهمة. وفي عنا الموضوع البي تي آر كمان كل 15 يوم رح نعمله على حسابنا كأصحاب مؤسسات لكل العاملين والموظفين لحتى نكون في شفافية ونحافظ أدنى فينا على شعبنا وما يكون في اكتظاظ وما يكون في إصابات. في تحركات الشارع أمس أقفل محتجون تقاطع الصيف في الاتجاهين ونظمت مسيرة من أمام تلفزيون لبنان في تلة الخياط إلى وزارة الداخلية تخللتها إشكالات استدعت تدخل الجيش. الثوار والشعب ومؤسساته في خندق واحد لاقتلاع سلطة السرطان المنتشر وإعادة وطننا إلى عافيته بواسطة قضاء نزيه والمستقل والتدقيق المالي والجنائي وبناء الإدارة العامة الفاعلة بعيدا عن المحسوبية والسمسرة والاستسلام. جنوبا جابت مسيرة لحركي النبطي وكفر رومان انطلاقا من دوار كفر رومان إلى شوارع مدينة النبطي وردد المشاركون الهتافات التي تطالب بتشكيل حكومة إنقاذية مستقلة بصلاحيات استثنائية. وفي الجي على ساحل الشوف نظمت مسيرة لأمهات إقليم الخروب اللواتي حملن لافتات تندد بسلطة التجويع. ومع عودة اللجنة الحكومية المعنية بملف الدعم إلى اجتماعاتها للوصول إلى قرار حاسم في مسألة الترشيد يتوقع أن يناقش الموضوع اليوم في اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان إلى جانب مسألة المنصة التي أعلن حاكم مصرف لبنان أنه سينشئها لتنظيم عمليات الصرافة. محطة CNN الأمريكية قالت إن المسؤولين والسياسيين اللبنانيين يشكلون على نحو متزايد شبح الصراع الداخلي، وفقدان الدعم هو اللحظة الفاصلة التي تهدد بدفع البلد إلى سيناريوهات شبيهة بفنزويلا. ونقلت الشبكة عن وزير الداخلية محمد فهمي أن هناك احتمالا متزايدا بحدوث خروقات أمنية كالتفجيرات ومحاولات الاغتيال. اعتقل الجيش الإسرائيلي 3 أشخاص عبروا الحدود من لبنان. روسيا والاتفاق النووي بعد الفاصل. المطالبة برفع التعرفة في المستشفيات بين التهديد والواقع، فهل ستوافق الجهات الضامنة؟ وماذا عن قدرة المواطن والتسعير لبوالص التأمين؟ نقطع السطر يفتح الملف مع نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة المهندس سليمان هارون ومداخلة لعضو لجنة الصحة النيابية الدكتور فادي عليمي الاثنين بعد نشرة أخبار 8:15 مع نواليشا عبود عبر صوت لبنان. نقطع السطر. في منشات المساء ليوم الاثنين، بين بعبدة وبيت الوسط والضاحية، المعازيم بين الاختصاصيين والسياسيين، فهل سيفطرون على حكومة؟ ولماذا عاد حزب الله إلى مطلب الحكومة السياسية؟ لماذا لوح نصر الله بالتعديل الدستوري؟ القراءة مع مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات حسان قطب. منشات المساء من صوت لبنان بعد نشرة أخبار 5:15. إعداد وتقديم دعاء حمصي فرح. رأى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني دليل على عجزها التام في التفاوض، فضلا عن كونه انتهاكا صارخا للقانون الدولي، آملا من الإدارة الجديدة العودة إلى الاتفاق. أشارت وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية إلى أن الحرس الثوري الإيراني بحث في احتمال شن ضربة على قاعدة عسكرية أمريكية في واشنطن مع استهداف مسؤولين بارزين في البنتاغون. أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها لسلطنة عمان تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، لافتا إلى أن السلطنة وقفت إلى جانب سوريا وشعبها وهي مثال يحتذى بالنسبة للدول العربية الأخرى. دمر التحالف بقيادة السعودية ورشا تابعة للحوثيين في صنعاء لتجميع الصواريخ البالستية وتلغيم الطائرات المسيرة. أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن ما يزيد عن 122 مليون و620 ألف شخص
أصيبوا بكورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات إلى 1,833,000، وتعتزم ألمانيا فرض قيود جديدة لكبح انتشار الوباء. وفي بريطانيا أصيب شرطيان بجروح خطيرة وأضرمت النار في سيارتي شرطة على الأقل في مدينة بريستول جنوب غربي البلاد في خلال أعمال عنف شهدتها تظاهر ضد مشروع قانون حكومي في البرلمان يمنح الشرطة سلطات جديدة لفرض قيود على الاحتجاجات في الشوارع. الصفحة الأخيرة للأحوال الجوية. الجو اليوم غائم إجمالاً مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة، بحيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية وتتساقط أمطار متفرقة تكون موحلة في بدايتها وتشتد أحياناً ولا سيما في المناطق الداخلية والجنوبية. كان في هذه النشرة: هل يعيد الرئيس المكلف حساباته الحكومية في ضوء خسارته التمثيل الدرزي؟ قراءة خاصة في سياق النشرة حول الملف الحكومي. أوضاع لبنان بين ماكرون والبابا فرانسيس وعلى طويلة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم. بورصة كورونا تسجل 42 وفاة و2968 إصابة. وجربئة لإذاعتنا حول هجرة الجسم الطبي. في أطباء ما بدهم يفلوا لأن بيعتبروا أنه هيدا قسم من الصمود الطبي، لأنه في حاجة لكفاءتهم. انطلاق المرحلة الرابعة والأخيرة من تخفيف إجراءات التعبئة العامة، ونزهة لصوت لبنان حول فتح المطاعم. الفتح مش مجدي أبداً، من ما تبقى من مؤسساتين 40 أو 50%، في 20% بركي مش هيدا يفتحوا. النشرة انتهت، شكراً للمتابعة.